هناك متظاهرة فتاة تتعرض أيضا للاعتقال، يتم الحديث معها الآن، وهناك محاولة لجرها خارج يبدو هذه الاحتجاجات إلى مكان يبدو بأنه تم اعتقالها الآن، تم توقيفها الآن من قبل القوات الأمنية. الشرطة يبدو بأنها اعتقلت هذه الفتاة، نتابعها الآن على شاشة العربية. وكنا قبل قليل تابعنا صورة لاعتقال شاب قبل هناك، يبدو بأن هناك موجة اعتقالات، يعني حتى الآن نشاهد ثلاثة أشخاص تم توقيفهم. دعونا نستمع إلى الصوت الطبيعي. إذن هذه الاحتجاجات ما زالت مستمرة. كانت أيضا الأخبار العاجلة تتحدث بأن المحتجين كانوا استطاعوا أن يمروا فوق الحواجز الأمنية وتوجهوا إلى بيت نتنياهو، طبعا تنديدا بإقالة وزير الدفاع.